Exercice numéro 2. Un corps solide S1 de masse M1 est égal à 10 kg pour glisser sur un rail ABCD. B, C, D. Donc, il a un rail B, C, D. Ouais, rail, constitué de trois parties. Il yani y a B, ou N, D, B, un C, N, D, C, D. Alors, mois, trois comme le montre la figure ci-dessous. La piste AB, il piste a B. un corps S1 en mouvement à vitesse constante. Yani la vitesse qui est constante. Elle est 0,9 km par heure. Euh, sur une surface pour laquelle la coefficient de frottement est 0,25. C'est-à-dire le frottement de A à B. Elle est tirée par une force F, la force F y a, qui est la constante dirigée vers le haut. Elle yani, est dirigée vers le haut, faisant un angle, donc, l angle alpha, avec l'horizontale ou AB. Euh, la première question montre que l'intensité de la force F peut s'écrire sous la forme, c'est-à-dire yani, l'intensité dans le cas où on dit le taux de, 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 de la F. لاحظ معايا اف لاش هنا كا ام اج جي كوسينس الفا كا سينس ار يعني عندي هنا لو كوفيسون دو فروتمون يعني خصني نفكر باش نحسب الطونجونط في الطونجونط في هو ال... هو اف سيغ ار ان يعني لا فورس لا طونسي دو لا فورس دو فروتمون سيغ ار ان يعني خصني نحسب انا اف وحاسين نحسب ار ان اذا اول حاجه شنو خصني ندير خصني ندير دابا لو برينسيپ دي نيرسي لو برينسيپ بوزكو لا فيتاس اس ا اي كونستانت راه عطينا في المعطيات دونك في هذه الحاله دابري لو برينسيپ دي نيرسي قرينا هادشي في طخون كومان بأن لا سوم دي فورس إكستيريو إي تيغال لو فيكتور نيل دونك شكون هم لي فورس إكزارسيس إس أن دونك عندي أنا لو بوا باي وعندي لا غياكسيون خاصها تكون هنا أنكليني لأن عندي فخوطمون دونك في هاد الحالة عندنا ناخد واحد لاكس لي هو أو إكس وناخد لاكس أو إيكغيك دونك هنا غندير غندير الطريقة التحليلية دونك هنا غندير لا أناليتيك دونك في هاد الحالة عندي انا عندها دو كومبوزون عندي هنا اف هي لا فورس دو, دو فروتمون وعندي لا كومبوزون نورمال هي ار ان دونك هنا غنطبق انا هادي دونك في هاد الحال عندي بي ايتيغال اف بلس ار حتى هما لي فورس عندي بي و ار وعندي هي اف لا فورس لاخرى ايتيغال لو فيكتور نين انا هاد ار غنحاول نجزئها لان ا كتساوي اف بلس ار ان دونك في هاد الحال بي بلس اف بلس ار ان بلوس اف اتيغال لو فيكتور نيل دونك فهاد الحاله نلقى لي كوردوني ديال ديال اف وديال بي دونك فهاد الحاله عطيني بي اللي هي أه... عندها بي اكس عندها بي ي دونك لا بي لاحظ معايا عمودي على او اكس فهاد الحاله اتيغال ا زيرو بي ي لاحظ او ي طالع لفوق وهي طالعه لتحت دونك غتساوي العكس ديالها موان دونك بي راه كتساوي ام جي دونك عندي ناخذ ام ان حيت طلع لا ماس ديالو هي ام ان ام ان فوا جي ندوز دابا ل ار ار عندها دو كومبوزونط ها هي ار عندها ار اكس وعندها ار اي بالنسبه ل ار اكس هي هذه لاحظت معايا ها هي هذه اللي كتكون هنا و ها او اكس ها دوك تساوي موان اف دونك موان اف حيت معاكسه معاها ايتاغال هنا عندي ار اي ار ان غادي مع واي دونك غتساوي ار ان يعني موجبه غنمشي دابا ل اف اف كدير واحد واحد عندها -F -X F في اف اكس وعندها اف اي في هذه الحاله اف اكس اش كتساوي الا درت سقطت على او اكس يعني بحال هذه اف اكس هي هذه يعني كنديروا كوسينس الفا كوسينس الفا كتساوي اف اكس سيغ اف يعني ان اف اكس راه كتساوي اف كوسينيس الفا اف اي اش كتساوي في هذه الحاله اف اي غنسقطها هنا في هذه الحاله دونك هذه اف اي خصني ندير سينيس الفا سينيس الفا كتساوي اف اي على اف يعني ان اف اي كتساوي اف سينيس الفا دونك في هذه الحاله عندي لا بروجيكسيون اون بروجيت سور لاكس دو اكس باش نلقى انا اف حيت انا خصني نحسب الطون حيت عندي كا كا كتساوي طونجونت في يعني اف سور ار ان خصني نشوف انا اف فهاد الحاله اف غندير انا بروجيكسيون سير او اكس دونك عطى تساوي بي اكس زائد اف اكس زائد ار اكس ايتال ا زيرو دونك بي اكس هي زيرو اف اكس هي اف كوزينيس الفا و ار اكس راه هي مو اف ايتال ا زيرو دونك فهاد الحاله عطى ان اف كتساوي اف كوزينيس الفا حيت انا بغيت نحسب التانجونت في اعيد ك خاص نلقى دابا ار ان شحال كتساوي نفس الطريقه دونك غنسمى هادي لا غولاسيون ها اه؟ دونك غنمشي دابا ندير لا بروجيكسيون سير او واي او واي هو هذا دونك فهاد الحاله عندي بي واي بليس اف واي ار واي اتيكال ا زيرو مزيان دابا هنا عندي بي واي ها هي موان ام جي بليس اف واي اف واي هي اف سينيس الفا ار واي راه هي ار ان دونك عندي ار ان اتيكال ا زيرو دونك خصني نلقى دابا ار ان من هنا ايتيغال تساوي ام ان جي ام موان عاد دوزنا هادي لهي دوزنا ليها هادي غتولي بليس وهادي غتولي موان اف سينيس الفا اعيد باش تلقى طونجونت في حد كا كتساوي طونجونت في نلقى تلقى ار ار ان و اف هما لي عيطوني ديك ليكسبرسيون دونك في هاد الحالة عندي دو ودوك اونا كنعرفو الطونجون فيها حنا وصلنا ليها كتساوي ك هادي اللي حيت عندنا ك في ديك لاسبريسيون اذا كتساوي دائما اف على ار ان اذا كنعرفها من طون اف راه عندي فيت لي بينا هي لا غولاسيون اه دوك اف كوسينوس الفا و ار ان هي لا غولاسيون دو يعني ام ا موان اف سينوس الفا دونك فهاد الحالة ايتيكال غتولي عندي ك تساوي اش كتساوي دوك غتساوي اف كوسينوس الفا سور ام ا شي ا مو اف سينيس الفا اذا غير هادي حاول تحيد هادي باش تولي بقى ليا غاكا في هاد الحاله غندير انا هاد. انا بغيت انا اف هي اللي بغيت دوك شنو غندير غتولي اف سي كوسينيس الفا غندير هادي في هادي دونك تي انتيغال كا كا ام ان جي ا مو تولي كا اف مو سينيس الفا هادشي اللي غندير دابا ولا ممكن نديرها ندير اللي عجبني دابا ندير دابا هنايا يعني ناخد انا كافي كافي درت كا في هادي ودرت كا في هادي شي اللي درت دابا هنا دونك ندوز دابا هنا خصني نخرج اف منه نخرج اف منه دونك تولي اف كوسينيس الفا وهادي غنمشي ندوزها لها تولي بليس دونك تولي كا اف سينس الفا ايتيغال تبقى لي غير كا ام ان جي دونك كا ام ان جي دونك فهاد الحاله نفاكتوزيز با اف حيت عندي اف تبقى لي كوسينيس الفا تبقى كا سينس الفا ايتيغال تولي كا ام ان جي وفي هذه الحاله اش حاجه تساوي غتساوي هذه على هذه وهي اللي كنا كنقلبوا حنا عليها في التمرين Deuxième question, pour un déplacement de AB, L est de 2 cm, AB 2 cm, calculer le travail de la force F. C'est pour le travail de la force F et calculer sa puissance. Alors, pour la définition, le travail on de, faire, de la force F, c'est la force fois le vecteur de déplacement. Il enfin, ou bien F, il cosinus a un cosiné de AB, ou F, il alpha. Donc, il y a اف ا بي كوسينوس الفا و اف راه عندي ليكسبرسيون ديالها فايت لقيناها هي هادي راه كنا بيناها ا بي ها هي ا بي و كوسينوس الفا الفا راه هي هي 30 في هذه الحاله غتولي عندي ندير ندير لابليكاسيون نيميريك دونك كنعوض ك راه عندي في المعطي 0.25 ام راه عاطينا هي 10 كيلوغرام جي هي 10 الفا هي 30 ك هي 0.25 سينيس الفا اللي هي 30 وعندي فوا ا بي راه هي 2 متر

و لو طرافاي كنعرفو بي كتساوي لو طرافاي سيغ لا ديريف بوغ افيكتي سو طرافاي دونك ايت ايكال دونك كنعرفو ان ممكن نكتبوها على هذا الشكل اف فوا ها في هادي عندنا تا هي ها في هي غادي لا فيتاس لي غادي بها هكا انا عندي في, في في المعطيات وعندي اف هنايا الزاوية بين اف و في راهي الفا دونك فهاد الحالة غتولي في اف فوا في فوكوسينيس الفا ومن بعد غنوريك واحد الطريقه اخرى دوك آه ندير التطبيق العادي اف راه هي حنت لك تحسبتيها راه تعوضها مباشره انا غنعوض ندير لك ليكسبريسيون ليتيرال فوا في في كوسينيس الفا هي هادي دوك في هاد الحاله عندي لابليكاسيون نيميريك كنعوض نفس لي فالور اللي درت هنا هما هادو في راه عندي في المعطيات دوك هنا غير عاطينها ليا باش بالكيلومتر بار اور حيت ممكن كندوز الكيلومتر بار اور كنقسمو على 3.6 ياك اذا نقسمه على 3.6 باش كندوزو من متر بار سكون كيلومتر كنضرب في 3.6 ولكن كندوز من الكيلومتر بار اور للمتر بار سكون حيت الوحده كنقسم 3.6 كوسينس الفا هي دونك في الحاله تحسبها ستة 5.46 واط كاينه مطاط اخرى ممكن نديروها لاحظ معايا كنعرفو لو طراف هي دوبل في سي دلتا تي وانا عندي لا فيتيس دونك ممكن نستعمل لا فيتيس افيك فيك تساوي ا بي سير دلتا تي ممكن نلقى دلتا تي دلتا تي شحال كتساوي دوك كتساوي ا بي سير في دونك ا بي سير في ونجي نعوضها غير هنا دلتا تي كتساوي ا بي سير في وغتطلع الفوق تولي هي هذه

Les frottements sont négligés. Dans le monde, frottement. Sur la piste, baissée. Trouvez l'expression du travail du poids. Uh, core, uh, B -M. دي كوب سوليد اس ا اونت بي اي ام اذا هذه التمرين هذا هذا المثال فايت درتنا اللي درتناه في في لي اللي كنت درت لكم اذا نعاود نفس الطريقه بحال هكاك دونك انا بويسكو لو لو سيستم مونت اذا ها هو طالع بحال هكا دونك في هذه الحاله يكون نيجاتيف دونك لو طرافاي من بي ال ام ايكون نيجاتيف دونك موان ام جي اش فين هي اش راه اش هي زد هي موان جي موا ام جي زائد لو كان داوبه هي لو بي, بي موان زد ام هي هذه واش فينا هي دونك غندير انا ما نسمي هذا هو او زد دونك غندير هذه زد ام وهذه زد بي هذه دونك اش هي هذه اللي عتكون دونك هذه اش وفي الحاله باش نحسب انا اش انا كنعرف ان هذه راه هي ار دونك غندصحها ونحسب انا هذه اللي هي نسمي مثلا انا بي دونك اغ راه كتساوي دي بلس اش دونك في هذه الحاله اغ راه كتساوي اغ هو هذا هو الشعاع ديال هذا اش بلس دي دونك شنو بغيت انا اش اش كتساوي اغ موان دي دونك اغ موان دي دابا خصني نحسب انا هاد دي دي ممكن انا عندي زاو مثلث قائم الزاويه دونك نستعمل كوسينيس تيتا دونك في هاد الحاله عندي كوسينيس كتساوي دي سيغ هذا هو اغ هو لو دونك في هاد الحاله دي كتساوي اغ كوسينيس تيتا ونجي نعوضها هنا نعوضها في الدي هنا دونك غتولي ار موا دي كتساوي ار كوسينيس تيتا اون فاكتوريز بار ار غتبقى لي ار موا كوسينيس تيتا ونجي نعوضها هنا يعني غنجي نعوضها هنا تولي مواه ام جي وهاد اش غنعوضها ب ار ان تيطا تيتا كاتخيام اه, كيسيون دي دوي فقط نستنتجو من ما سابق نستنتجو من لا فالور دو طخافاي دو من بي لسي نحسبو من بي سي دي بوا دي كور سوليد اس ان آه اي سا ناتير يلا دابا رجعنا هادي هادي حتى لهنا هي ام ولكن من بال سي كيفاش غندير ليها دابا هنا عندي اونجل ولكن هنا شحال عندي هادي راه بي سيغ دو هادي راه هي 90 يعني ان هاد الطيطا نعوض فيها بي سيغ دو ولا 90 فقط هادشي اللي غندير دونك انا عندي لو طرافاي دي مو ام جي ار ان مو كوسينيس 90 وكوسينيس 90 راه كيساوي زيرو يعني غتولي ايتيغال مو مشات هادي غتبقى لك مو ام جي R فوا R دونك هنايا ديدويغ لا فالوغ انا ندير لابليكاسيون نيميريك ام راه عندي هي عشرة جي هي عشرة وبالنسبة للغة ي راه عاطيني هو صفر فاصلة خمسة متر دونك في هاد الحالة غنحسب و غنلقى هاد العدد اللي هو موا سيكونت جول اي سا ناتيغ بويسكو هادا راه نيجاتيف دونك غيكون في هاد الحالة غيكون ريزيستون دونك غيكون دونك لو ترافاي اي ريزيستون 5 كالكيلي لا فالور دو لارك ابيسي نحسبوا هاد لارك ابيسي بحال لابسيس كيغ هو هذا دونك كنديروا دائما كنديروا ديما القاعده اون سي كو اس ايغال ار فوا يعني الزاويه هي هذه كامله بحال هكا الزاويه اللي كاينه شحال عندي هنا هي هي 90 هي الزاويه 90 يعني بي سي دو دونك فهاد الحاله تولي بي سي كتساوي لو غايون لو غايون هنا عندي وا ار هذه بصفه في كور درناها انا عندي ار و بتيت ار فوا هاد الزاويه اللي هي بي سيغ يعني تسعين بي سيغ دو هي تسعين إذا في هاد الحالة غنعوض عندي صفر على خمسة بي سيغ دو ونحسب أنا هادي ونلقاها زيرو فيغي سبعميه وخمسة وثمانين متر ندوز أه دابا لابيس سي دي دونك سيغ هدا لابيس سي دي هو لي غيكون من بعد Donc, on dit sur cette partie, on supprime la force F, on la force F et on utilise une poulie. On dit que la force, dans un certain nombre de poulies, n'a a deux gorges, a deux gorges de masse négligeable, de rayons r1, et r2, tels que r1 4 ou 2r2 est égal à 12 cm, et relié par deux fils euh, euh, inextensibles, ayant une rigidité de masse négligeable, à deux solides S1, et S2. S1 un solide de masse and ah uh... peuvent glisser sur un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale S1 et un solide de M2 de 500 kg suspendu par le fil 2 on donne sinus beta que 1 la 4. le frottement sont négligeables lorsqu'on abandonne le système lui-même à T égale 0 0, le centre G1 et G2 sont séparés par la hauteur H, la poli tourne de son Indiquée autour de l'axe delta à vitesse constante. Donc, si vous avez un petit peu de temps, Donc, la sixième question, on avez la théorème de moment, la relation entre T1 et T2, vous avez le principe d'énergie, sur le corps S1 et S2 pour trouver la tension T1 et T2. Donc, دونك هذا هو الرسم عندنا دونك عندي انا هنايا الفيل ا راه هو مرتبط مع اس اس آه ا وعندي هذه لا عندها دو غورج آه عندها واحد عنده غايون ار ان آه ار ان آه هو الكبير و ار 2 هو هو الصغير هو اللي كاين Nous avons un S2 accroché par le fil 2, et nous avons un peu de la poly 2. Nous avons le sens de rotation. Donc, faites cela en appliquant le théorème des moments de trouver la relation entre T1 et T2. Nous avons le théorème des moments nous avons la somme des forces du moment par rapport à delta est égal à zéro donc faites clarer voir les forces qu'on a les forces exercées sur la poulie donc faites un dit le poids de la poulie ou un la réaction de l'axe de rotation ou un dit un se met delta ou un dit la force exercée par le fil un se met t1 ou un la force exercée par le fil de yeri t t2 yannie à la poulie 4 forces, dit, Donc, faites-le, la somme du moment des forces extérieures est égale à 0. Donc, faites-le, le moment de P plus le moment de R plus le moment de T1 plus le moment de T2 est égale à 0. Donc, faites-le, le moment de P ou R qui sont 0. On a une ligne d'action qui coupe l'axe de rotation. Non? Donc, faites-le, le moment de R qui est égale à 0. Le moment de P, est égal à 0. كار لوغ لين داكسيون كوب لاكس دو روتاسيون دلتا اذا شنو غيبقى يبقى لي لو مومون دو تي ا بلس لو مومون ديال تي دو تي ا زيرو دونك غنحسبو لو مومون ديال تي ا هو هذا اللي عندي لاحظت معايا تي ا راه غادي معاكس مع لو سورت ديال بوز دونك غندير هنا موان تي ا ار ان حيت ار ان هو الكبير هو الكبير غادي تانهنا ديما كنديرو هنايا la force fois la distance la plus petite distance mais bien l'axe de rotation ou bien la ligne d'action donc on dit nous t'a reconnaissé que nous moins plus t2 r2 f radi à le sens d'elle d'elle rotation donc est égal à 0 et on va l'occasion la relation تخوفي لا علاس اون تي ان و دونك تي ان ار ان كتساوي تي دو ار دو بحال دو لي دوزتها لي ولا دوزتها بقات موان دونك ها حنا لقينا لا ار كتساوي تي ار إذا جاوبنا على هادي ندوزو لا نحتاجها D'abord, en on appliquant le principe de le principe d'inertie sur le corps S1 et sur le, le corps S2 trouver l'expression de la tension T1 et T2 donc on pour le principe d'inertie sur S1 donc à dire mon mouvement rectiligne mon mon on peut le principe d'inertie la somme des forces est égale à un vecteur nul a dit ce qu'on les forces donc on dit le poids هو بي ان سميها وعندي لا رياكسيون حيت ما عنديش فخوطمون على حساب الموضوع راه عندي هنايا ما كاينش عندي فخوطمون دونك غتكون عموديه على دونك بوربونديكلا بور ا هاد سي دي وعندي لا فورس اللي مطبقه لا فورس اكزيرسي بار لو فيل ان دونك غنسميها ا تي ان ا صافي وهاد لا فورس تاع ا راه كتساوي لا فورس لاخرى لان لانها غير انكستنسيبل لانه غير قابل للامتداد اذا فهاد الحاله غندير انا على السوم دي فورس عندي بي ا آه. بليس ار ا اي ا ت بريم ا اي لو فيكتور نيل دونك شنو غندير دابا غندير انا نحاول ندير لا بروجيكسيون ندير لا بروجيكسيون سير او اكس و واي دونك بحال عندي لا ميثود اناليتيك دونك او اكس نسمي هذا ونسمي هادي او واي دونك على لي كوردوني دو شاك فورس دونك اول حاجه غندير انا بي ان uh, يعني يعني. هي هادي دونك فهاد الحاله الا كانت هادي بيتا راه تكون هادي هادي بي ان و وهادي بي بي ان اكس غنسقطها هنايا هنايا فهاد الحاله هاد الزاويه راه هي الفا علاش لان هذا عمودي على هذا وهذا عام وهذا عمودي على هذا دونك هذه راه تكون هي الفا هذا عمودي على هذا وهذا عمودي على هذا دونك غتكون هذه الزاويه الفا لكم ممكن تبينها انا فايت ندير واحد الفيديو بدلت حيت أه انني مبين ان هذه الزاويه راه هي فعلا راه هي بيطا الا كانت هذه بيطا هنايا راه تكون هذه بيطا هنايا وطبعًا الحال تكون حتى هذه راه بيطا دونك حنا لقينا دونك غنمشي انا بروجيكت لاكس دو او اكس دونك غنديرو بروجيكسيون سير لاكس او اكس مزيان دابا غنمشي بي دونك هنا بي ها او اكس لاحظ معايا بي بي ان آه اكس راه معاكسه مع او اكس دونك غتكون عندي موا ولكن باش على بي اكس غندير سينيس بيتا سينيس حتى هادي ممكن نجيبها هنا يعني سينيس بيتا كتساوي بي ان آه اكس سور بي يعني في هذه الحاله غتساوي بي ان آه اكس بيس ار آه ان آه اكس بيس تي بريم ان آه اكس ايتال زيرو دونك بي ان آه اكس غتساوي موا ام جي سينس الفا حيت سينس الفا سينيس الفا كتساوي بي اكس بي ان اكس سوغ بي و بي راه كتساوي ام ان 1 مع معاكسه مع بليس ار ان اكس لا ار ان اكس لاحظ معايا راه دونك تساوي ان اكس ان اكس ها هي معاها دونك غتكون موجبه دونك في هذه الحاله تي بريم اه صافي غادي مع او اكس دونك انتغال ا زيرو دونك في هذه الحاله نلقى انا بريم ا أه. ايتيغال موان ام ا جي سينوس الفا دونك هادي عنده وزاليه تعطيني هادي وشنو كنعرفو كنعرفو بان لو فيل اي لو فيل ا ايه هو ايه هذا ان اه يعني غير قابل للامتداد فهاد الحاله غتكون لانتونسيتي اللي كيط هنا اللي كيطبق هنا هي نفس لانتونسيتي اللي غتكون هنا بحال بحال اه دو ماس نيجليجابل دونك فهاد الحاله غتكون ت بريم اللي كنا حسب تا ان بريم اللي حسبنا في الاول هنايا كتساوي تي ان بريم اللي كاينه هنا على انتونسيتي هنايا في هذه الحاله غنعوض فقط غير هنايا في بلاصه هذه تي تا اذا هادشي الشيء اللي غندير غنعوضها حنا لقينا هاد ليكسبريسيون اللي غنسموها لا ريلاسيون دو اذا حنا لقينا تي تا دونك غنمشي للقدبه تي دو نفس الطريقه غندير De même, comment on le principe d'inertie sur le corps S2? Ah, S2, oui. Donc, même un mouvement de translation rectiligne, donc on prend le principe d'inertie, yani la somme des forces est égale au vecteur NIL. De même, les forces, dit le poids, on met P2, ou on dit, a dit le fil, on exerce une force, il y a un SMA, T'2. Donc, faites P2 plus T'2 est égal au vecteur NIL. دابا عندي لا بروجيكسيون ناخذ مثلا واحد لاكس اللي هو او زد دونك غتولي عندي اون بروجيكسيون لاكس او زد دونك فات على بي دو زد بليس تي بريم دو زد ايتيغال زيرو دونك علاش شلنا حنايا بي دو زد لاحظت معايا او زد طالعه الفوق و و بي طالعه و هابطه الى الاسفل يعني حنا كنعرفو بي هي ام جي دونك انا تكون موان ام جي دونك انا تكون موان ام دو فوا جي لا ماس ديال لو كور اس دو

دونك في هذه الحاله في بلاصه هذه غندير تي دو دونك غتولي تي دو ايتيغال موان ام دو جي اذا راني يعني جاوبت دابا على على الطرف الثالث من السؤال دابا غندوز دابا سميها ثلاثه دونك عندي دابا لاخر ايطابليغ ليكسبريسيون دايما في لا سيزيام كيستيون ايطابليغ ليكسبريسيون سي دونك نحاول نبين انا هذا كالكيلي لا فالور دو ام ان دونك غنحاول نبين انا هذه العلاقه كالكيلي ام ان دونك اول حاجه عندي انا لا غولاسيون الاولى اللي بينا في اول تي ا من درنا تيغوم دو مومون من بعد سمينا لا غولاسيون ان ودرنا البرنسيب دي انرجي بالنسبه سيغ لو كون اس ان لقينا هاد لا غولاسيون ودرنا البرنسيب دي انرجي لو كون اس 2 لقينا هاد لا غولاسيون صافي دونك انا هادو غنمشي نعوضهم هنا دونك نسما 3 دونك انا عندي تي ا اه ار ان اه تي قال تي دو ار دو هي هادي في هاد الحاله انا نعوض تي اه ان غنعوضها بهادي دونك غتولي موا إم أن جي أن آه إر ا آه. تولي هنايا سينيس بيتا وهاد إر أن آه هاي في درتها هنا إت إيكال أسكو تي دو تي دو هي شنو هي موا إم موا أم, إم دو جي جي فوا إش فوا إر دو إذا ها هي إر دو هي هادي دونك في هاد الحالة غنلقى جي أون ساب بار جي مشات ليا دونك خصني نلقى إم أن دونك إم أن إنطلاقا موا مشات مع موا تاهي دونك في هاد الحالة غتعطيني إم أن تساوي كتساوي واحد باش نكتبها بحال هادي دوك واحد على سينيس بيتا هي هادي اه فوا فوا اش دونك غتبقى لي هنا ام 2 ار دو دونك غنبدا بار 2 دو تولي ار دو سور غتولي ار ان فوا غتولي بقات لي دابا ام دو هي دونك ها هي ام لابليكاسيون بينا لابليكاسيون دونك غتولي هي واحد كاينه في لي

فوا 4 فوا 5 راهي 20 20 sur 2 راهي 10 كيلوغرام في ان انستونت تي لو سوليد اس ان باركور لا دي 20 سنتيمتر يعني فواحد اللحظه انستونت تي ان هاد اس ان يقطع واحد لا ديستونس اللي هي دي صافي يعني الا قطع هذا الدي حتى هذا يقطع واحد لا ديستونس اللي هي دي هي دونك شنو غندير يعني بما أن هاد لي فيل دونك لي دو فيل سون إينيكستونسيبل يعني غير قابل إمتداد يعني لا لديستونس لي غتقطع هنا هي نفس المسافة لي غتقطع هنا يعني في هاد الحالة ممكن ندير أن الدي أ هي إر أ فوا طيطا حيت لبسيس كيرفينين هنا لي غتقطع هنا مثلا هي إر أ فوا طيطا دونك طيطا شنو غنلقا طيطا كتساوي دي أ سير إر أن نستارقان شوف ده بتساوي r 2 في تي تا، donc تي تا كتساوي d2 صير r1. donc هدول بتساويين، donc عندي رسمية 1 ورسمية 2. donc فات هلا تعطيني d2 صير r2 كتساوي d1 صير r1. اش نبغيت أنا؟ نبغيت أنا d2. donc d2ش كتساوي من هنا. d2 كتساوي كتساوي d d1 r2 اطلع فوق r1 احطها بالتحت. دونك غندير لابليكاسيون نيميريك حيت عندي كلشي دونك غتولي 20 تي ان هي 20 عندي ار ان راه كتساوي 2 ار 2 ويعني ار 2 مشات مع ار 2 تبقى ليا دو هنايا دونك فهاد الحاله 10 سنتيمتر كار ها هي ار ان 2 ار 2 اللي كتساوي 10 سنتيمتر دبقى دبقى دو روتاسيون دونك ممكن نستعمل ممكن نستعملها من الاحسن انا نستعمل انا هادي حيت انا عندي دي ان صافي ولا ممكن نستعمل تا لاخرى ها ار دو ممكن نستخرجنا منها تولي عشرة على جوج اللي هي خمسة سنتيمتر انا غنستعمل لولا اون ا طيطا طيب كتساوي طيب 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 دي ان سير ار ان دونك في هاد الحالة دي ان راه كتساوي عشرين ار ان راه هي عشرة دونك في هاد الحالة غتعطيني دو راديا دابا مونطخي ما كو لا ديسطونس دي ان دونك حنا راه قلنا لك دابا هنا سون سيباغي بار اش صافي ولاخر قطع المسافة دي ان ها هي دي ان ولاخر غيقطع لي المسافة دي دو

دونك غنشوف اش ان اش ان الفا دونك سينيس الفا كتساوي ان سيغ دي ان دونك اش ان كتساوي دي ان فوا الفا مزيان هاد دي خرجت لي ممكن نخرجها من هنا بقات لي دابا بقات لي دابا دي دو دي دو لقينا بان دي دو كتساوي دي ان دي كتساوي ممكن حنا نبينوها عندي روطاطا كتساوي طاطا يعني تساوي العلاقه وحنا لقينا هذه ممكن حنا نلقاوها دي دو كيفاش لقيناها كيفاش حسبناها اذا هذه خديتها من لا كيسيون اللي فات دونك افير ان كتساوي دو ار 10 دونك في هذه الحاله غنعوض انا دي دو هنايا دونك دي دو تساوي دي ا هاد ار دو ها ار ان راه كتساوي دو r2 ها هي r2 et هادي مع هادي تبقى لي غير دو بحال لي سيغ دو ها هي بقات لي سيغ دو دابا هنا دو تولي عندي اش ها هي دي دو دي دو هي دي, دي ان سيغ دو اش ان اللي هي دي الفا اي اش كتساوي اش صافي انا انا دي ان دونك في الحاله عن واحد المقامات دونك غتولي دي ان تولي هنا دو دو سين دي دي سينس الفا سيغ دو اللي كتساوي اش انا الا بغيت دي اش غندير دو اش دونك غتولي عندي دو دي سينس دو سينس الفا ايتيغال دو اش وفي الحالة غنلقى دي ان غتساوي دو اش سيغ كاملة دي ان كتساوي دو أس. دو سينيس الفا هي هذه اللي حنا بغينا نبينوها اذا هذا الامتحان كنتمنى تكونوا استفدتم منه والسلام استفدت عليكم ورحمه الله وبركاته